بالنسبة يقول من يشرب الدخان سجائر ثم يأتي إلى المسجد، أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنهم ويترك الدخان إن شاء الله تعالى السجائر هذا. الأمر الثاني وهو أن الإنسان نهي أن يأتي إلى المسجد وله رائحة كريهة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. فالذي ابتلي بالدخان إما أنه يمتنع عن شرب الدخان يعني قبل الصلاة بفترة حتى تذهب الرائحة، أو يكون عنده شيء يذهب رائحة الدخان. أنا أذكر واحد أعرفه كان مدخن، كان مدخنا وكان عنده هيل بالسيارة، لا جاء وقت الصلاة حط بفمه 10-20 ويعالج فيها في الهيل حتى تخرج رائحة الهيل ما تخرج رائحة الدخان. لكن الشاهد من هذا أن الذي ابتلي بالدخان لا ينبغي له حقيقة أن سيجارة يطفيها عند باب المسجد، يعني بحيث يدخل المسجد والنفخ للحين يطلع رائحة سيجارة يؤذي الناس ويؤذي الملائكة بهذه الرائحة. فإن كان الإنسان ولا بد مبتليا بهذا، يعني أول شيء قبل الصلاة بفترة يمتنع، الشيء الثاني يتمضمض أو يعني يغير رائحة الفم بحيث أنها تذهب هذه الرائحة حتى لا يؤذي الناس، والله المستعان.